وقع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الاتفاقية الإطرائي أو الإطارية الأولى التي تعنى بالمستلزمات المكتبية مع 13 موردا من القطاع الخاص، وتشمل الاتفاقية على قائمة من المنتجات الموحدة الورقية والملفات والمجلدات وأي مستلزمات أخرى. وجاء توقيع هذه الاتفاقية بعمل تكاملي ومشترك بين كل من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ووزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومنصة اعتماد ووزارة الصناعة والثروة المعدنية. وتعتبر الاتفاقية الإطارية أحد أساليب الشراء الجديدة التي عرفها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتكون اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر من واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها. وللحديث أكثر حول توقيع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الاتفاقية الإطارية الأولى، ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. ما هو دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الاتفاقيات الإطارية؟ حياك الله أخي العزيز، وبداية أنا أرحب بك وبالسادة المشاهدين. لا شك إحنا سعداء بالمشاركة فيها في توقيع أولى الاتفاقيات الإطارية التي كانت من نصيب المستلزمات المكتبية، وهي أحد المشتريات التي يحتاجها أكثر من جهة حكومية. بلا شك دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الاتفاقيات الإطارية يتركز على المشاركة مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في تحديد أنواع المشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وأيضا متابعة التنفيذ بما يشمل ذلك وضع المعايير التقييم الفني والمالي والتأكد من وجود متطلبات واضحة للمحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاتفاقيات الإطارية. نعم أستاذ عبد الرحمن، الآن كيف ستساهم الاتفاقيات الإطارية في تنمية المحتوى المحلي؟ طبعا بلا شك الاتفاقية الإطارية هو أحد أساليب التعاقد الجديدة في النظام الجديد، وراح تساعد في دعم المحتوى المحلي بشكل مباشر، لأنها تساعد في توحيد المشتريات وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو الصناعات الوطنية والمصانع القائمة وزيادة الطلب على هذه المنتجات. المساهمة بتظهر أيضا من خلال تطبيق آليات تفضيل المحتوى المحلي، سواء من التفضيل السعري عند مقارنة العروض المتنافسين، أو من ناحية تطبيق القائمة الإلزامية على اتفاقيات الإطارية أثناء تنفيذها. نعم، أخيرا أستاذ عبد الرحمن، ماذا عن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية؟ هل تطبق أو تطبق في الاتفاقيات الإطارية؟ نعم، القائمة الإلزامية بلا شك هي أحد الأدوات التي تطبق على جميع أساليب التعاقد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبالتالي أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة للسوق المالية سيتم تطبيقها على الاتفاقية الإطارية. أيضا نعمل يعني في الهيئة على إصدار قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع المستلزمات المكتبية، وفور صدورها ستصبح ملزمة للمتعاقدين ويجب يعني تطبيقها على الاتفاقية الإطارية التي تم التوقيع عليها. شكرا لك عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شكرا جزيلا لك.